نيميسيس، النذير بيوم القيامة. نهاية العالم تقترب. النجم الذي يسمى نيميسيس هو أكبر من الأرض ب6500 مرة، واقترابه من كوكبنا يمكن أن يكون قاتلا ومدمرا. النجم يسافر بسرعة 100,000 كيلومتر في الساعة، ويقترب من كوكبنا لتدمير العالم في لحظة غير متوقعة. وبما أن نيميسيس يقترب أكثر من الشمس، فإن مداره يقوده من خلال تريليونات المذنبات المحيطة بالنظام الشمسي. مليار من المذنبات منها تأخذ طريقها إلى النظام الشمسي الداخلي، بينما يصطدم بعضها الآخر حتما بالأرض. وحتى لو أن واحدا من هذه المذنبات ضرب كوكبنا، فإن أمواجا بارتفاع مئات الأمتار سوف تتشكل وتدمر كل شيء في طريقها. حتى نيزك بحجم 200 متر لديه القدرة على تدمير 70% من ساحل عالمنا. ولكن إذا ما ضرب نيزك ذا 10 كيلومترات في الحجم كوكب الأرض، فإنه سوف يتم تشكيل سحابة غبار عملاقة سوف تحجب الشمس تماما، وسيتم تدمير كل النباتات والحيوانات البحرية وستموت تماما، وسيكون كل شيء على وجه الأرض مدمرا تدميرا كاملا. وقد أنزل الله معلومات حول يوم القيامة في القرآن: والنجم الذي سيبدأ يوم القيامة قد يكون النجم نيميسيس، والله أعلم. كما قال الله تعالى في سورة الحاقة: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.